ايه الفرق بين at the end و in the end؟ at the beginning و in the beginning. الفرق ما بينهم بسيط جدا لكن في نفس الوقت مهم جدا وبيلخبط ناس مننا. فاتفرج على الفيديو للنهاية لانك هتفهم الموضوع بسيط خالص. خلينا نبتدي ب at the end. at the end معناها في نهاية شيء او في اخر شيء. لازم يجي معاها of. دي مهمة جدا. ده الفرق الاساسي. لازم يجي معاها ايه؟ of. مثال at the end of the month. في نهاية الشهر. At the end of the street. في نهاية الشارع أو في آخر الشارع. زي ما بنقول بالمصري يعني. At the end of the trip. في نهاية الرحلة أو في آخر الرحلة. خلينا أديك مثال. I'll give you the money at the end of the month. هديك الفلوس في آخر الإيه؟ في آخر الشهر. أو at the end of the year. في آخر السنة أو في نهاية السنة. المهمة at the end of حاجة. عكس بقى at the end of. At the beginning of. يعني في أول شيء. أو في بداية شيء. مثال أوكي لما أقول لك مثلا إيه I'll give you the money at the beginning of the month. هديك الفلوس في أول الشهر أو في بداية الشهر عكس بقى at the end of. أوكي أو مثلا at the beginning of the year أو at the beginning of the trip وهكذا. أوكي طيب نخش بقى على in the end و in the beginning. In the end معناها finally يعني أخيرا. أوكي ما بيجيش معاها of خالص. يعني مثلا لما اقول لك ايه in the end we arrived home. اخيرا احنا وصلنا البيت. finally we arrived home. وخليك برنس كده وحط بعد in the end كاما. اوكي in the end we arrived home. مثلا in the end I finished the exams. اخيرا انا خلصت الامتحانات. in the end I finished the exams. in the beginning عكس in the end. اوكي معناها اولا firstly. اوكي زي ما اقول لك مثلا in the beginning I want to say that I love you. في البدايه انا عاوز اقول ان انا بحبكم. in the beginning اولا I want to say that I love you. وما بيجيش برضو معاها of. يبقى لو شفت at يبقى في of. يبقى عندنا at the end of we at the beginning of. لكن in the beginning we in the end لوحدهم ما بيجيش معاهم of. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل share ولايك. Thank you and wish you all the best. Bye.